الفكر الذي فرخته القاعدة وفرخته الولايات المتحدة على الجانب الآخر. سأتحول إلى عمان حيث ينضم إلي الأستاذ حسن أبو هانية الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية. أستاذ حسن، يعني دعنا لا نخوض كثيرا فيما فعلته القاعدة أكثر من يتعاطفون مع فكر القاعدة. لماذا يتعاطف هؤلاء مع فكر القاعدة ولماذا لا يزالون يتعاطفون على الرغم من الضربات الشديدة التي وجهت لتنظيم القاعدة وفكره خلال السنوات العشر الماضية؟ لا أعتقد بأن جاذبية خطاب القاعدة لا تزال طبعا تجتذب كثير من الأعضاء والمجندين، وربما اتسع نطاق هذا التجنيد بعد أن كان خلال الثمانينيات والتسعينيات يعني يقتصر فقط على العرب، ما يسمى في ظاهرة الأفغان العرب، الآن ينتشر في قارات العالم الخمس. ويبدو أن جاذبية تنظيم القاعدة ترتكز إلى ثلاث قضايا أساسية هي جوهر خطاب الأيديولوجيا تنظيم القاعدة. كما نعلم أن تنظيم القاعدة نشأ في ثلاث ظروف تاريخية واعتمد على ثلاث ثيمات أيديولوجية. الأولى هي كانت القضية الداخلية، وأن هناك الولايات المتحدة الأمريكية تدعم نظم استبدادية لا تسمح بالمشاركة السياسية على الإطلاق، وهي أنظمة قمعية لا تترك مجال للحريات الفردية ولا الديمقراطية ولا أي مجال للإصلاح. هذه القضية الأولى. ثم القضية الثانية كانت القضية الفلسطينية. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت منحازة بشكل مطلق للقضية الإسرائيلية وضد العرب والمسلمين وغيرها من القضايا. ثم القضية الثالثة الدولية، وهي قضية الهيمنة والسيطرة والعولمة والمشروع الإمبريالي الإمبراطور الأمريكي الذي يعني يعمد إلى نشر هيمنته على العالم. هذه القاعدة التقطت هذا الخطاب. وبالتالي أستاذ حسن، بس قبل أن نتخطى النقطتين، مسألة علاقة الولايات المتحدة بما يجري في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الولايات المتحدة تقول إنها تدخلت خلال هذه السنوات العشر أكثر من مرة في إدارتين متعاقبتين مختلفتين بأسلوبين مختلفين تماما لمحاولة حل المسألة. فهناك حديث من الجانب الآخر أيضا من الولايات المتحدة أنه لم يكن هناك حسم من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بالتالي هي ليست المسؤولة. أعتقد هذا الخطاب ربما حاول الرئيس أوباما تحديدا بعد خطاب القاهرة قبل ذلك اسطنبول أن يغير من هذا النسق المنمط للعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية والمنظور الأمريكي. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع مجيء الرئيس أوباما لم تتغير على الإطلاق في تعاملها مع القضية الفلسطينية، بقيت منحازة. وربما التقرير غريغ جولدستون الأخير وتقديم مجلس الأمن كانت واضحة. إذن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير استراتيجيها في التعاطي مع القضية الفلسطينية ولا تقف على الحياد. وربما سنشهد خلال هذا الشهر تقديم مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسوف نرى الفيتو الأمريكي حاضرا. أستاذ حسن، ما تبقى من كل ذلك، من كل ما ذكرت ومن الظروف الثلاث التي تفضلت بالحديث عنها التي تقول إن الولايات المتحدة ساهمت في خلقها، ما بقي من القاعدة إلى جانب القاعدة نفسها طبعا هو ثلاث قواعد أخرى في منطقة الشرق الأوسط إذا أردنا حصر المسألة، من بينها الجهاد في جزيرة العرب، وهي يعني مفروض أنه جناح القاعدة في الجزيرة في السعودية واليمن وهو حاضر وكبير كما قال ضيفي هنا الأستاذ عبد الباري، كذلك القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكذلك دولة العراق الإسلامية التي كانت القاعدة في بلاد الرافدين. هذا ليس فقط تعاطف، هذا انتهاج لنفس النهج الذي انتهجته القاعدة. يعني هل التخلص من أسامة بن لادن أثر في ذلك سلبا أم إيجابا؟ لا أعتقد أنه أثر. نحن نعلم أن تنظيم القاعدة منذ عام 2001 منذ هجمات 11 سبتمبر لم يعد تنظيم القاعدة هو التنظيم المركزي الذي يشرف على أعضائه بصورة صارمة وهيراركية هيكلية واضحة، وأصبحت هناك فروع إقليمية محددة هي ترسم سياساتها دون الرجوع إلى المصدر. بل أن هذه الحركات نفسها يعني كانت قد تطورت من حركات ذات طبيعة إسلامية وطنية سلفية، كما حدث مع الجماعة السلفية للدعوة القتالية التي انضمت إلى تنظيم القاعدة عام 2007 فقط. ثم قبل ذلك كان أبو مصعب الزرقاوي في العراق، لم ينضم إلى تنظيم القاعدة إلا عام 2004، وكذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي نشأ عام 2006 ثم توحد في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد اتحاد فرعية التنظيم بداية 2009، هذا لم يكن موجودا. وبالتالي هناك حرية كبيرة لهذه الحركات، وشاهدنا خلال الشهرين كانت هناك عمليات
كبيرة لتنظيمات القاعدة الإقليمية، فضلا عن الحركات التي تتماهى نعم. مع تنظيم القاعدة، لكنها لم تقدم البيعة كحركة شباب المجاهدين في القرن الإفريقي في الصومال وإمارة القوقاز في كذلك في القوقاز. نعم أستاذ حسن أبو هنية الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية المنضم إلينا من عمان بالأردن، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا. وقبل أن أعود إلى ضيفي هنا الاستوديو استوديوهات بي بي سي، سأتحول إلى كابل حيث مراسل بي بي سي هناك عبد الله أبو هلالة. عبد الله، لا يمكن الحديث عن ذكرى هجمات 11 سبتمبر دون إلقاء نظرة على أفغانستان. كيف أصبحت أفغانستان اليوم؟ هل يتذكر أحد هذه الذكرى؟ نعم بالفعل، اليوم يعني عقدت إحياء أو مراسم إحياء الهجمات 11 سبتمبر في السفارة الأمريكية هنا في العاصمة الأفغانية كابول، وسط مشاركة غربية واسعة وحكومية أفغانية أيضا واسعة في هذا الاحتفال. الجميع هنا يشعر بنوع من أنواع الحزن على ذهاب أكثر ما يزيد على 3000 شخص ضحايا هذه الهجمات، لكن الجميع متفائل من أن هجمات 11 سبتمبر بات لها تداعيات إيجابية على الوضع في أفغانستان. العملية الديمقراطية والسياسية والحياة السياسية بدأت هنا بشكل فعلي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قوات حلف شمال الأطلسي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لنقل المهام الأمنية لقوات الأجهزة الأمنية الأفغانية ليتم عملية انسحاب بشكل نهائي وتدريجي في بحلول عام 2014. شكرا جزيلا لمراسلنا في كابول عبد الله أبو هلالة. وأعود إلى ضيفي الكريمين هنا بالاستوديو، الأستاذ عبد الباري عطوان وبروفيسور ليزني مكلاخلين. أستاذ عبد الباري، الحديث عن القضية الفلسطينية تقريبا لم ينفصل أبدا عما حدث في أحداث 11 سبتمبر. منذ ذلك الحين قيل إن هناك كاسبون مما حدث، من له مصلحة يعني في أن تسوء هذه العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، قيل إن هناك خاسرون وكان على رأسهم ربما باكستان والسعودية الذين ساءت علاقتهما نسبيا بالولايات المتحدة، وكان هناك من وقف لم تتحرك قضيته وهم الفلسطينيون. هل توافق على هذا الطرح؟ نعم، أوافق عليه بشكل كبير جدا. إسرائيل حاولت أن تربط بين المقاومة الفلسطينية وتنظيم القاعدة، حاولت أن تصور نفسها على أنها ضحية لتنظيمات إسلامية أو لمقاومة فلسطينية بشكل أساسي، لكن هذا الربط لم ينجح على الإطلاق، خاصة أن الإدارة الأمريكية كانت حريصة على استمالة الرأي العام العربي. الرئيس الأمريكي جورج بوش وعد قبل الحرب على العراق بحل القضية الفلسطينية، ونحن نعرف أنه صار هناك مؤتمر جنيف الأول، ثم بعد ذلك وعد بدولة فلسطينية قبل عام 2005 وجدد الوعد قبل نهاية مدته على أمل أن يحيد الرأي العام العربي، لأنهم كانوا بحاجة للرأي العام العربي. لكن يعني لو نظرنا يعني إلى ميزان الربح والخسارة بشكل أساسي، يعني بعد 10 سنوات من أحداث 11 سبتمبر يعني ورد الفعل الأمريكي المبالغ فيه، نجد أن هذه الرد الفعل سواء غزو العراق أو أفغانستان يعني كان بهدف أولا إزالة تنظيم القاعدة وخطره من الوجود، وإزالة تنظيم طالبان وإضعافه باعتباره احتضن القاعدة، وحل القضية الفلسطينية. نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في هذه الأهداف الثلاثة. أولا تنظيم القاعدة أصبح قويا، وسمعنا الرئيس الأمريكي جورج بوش يقول بأنهم يتوقعوا هجمات كبيرة وإعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة. ما يختلف معكم فيه أوباما بالأمس، وقال الولايات المتحدة اليوم أصبحت أقوى وتفوقت على تنظيم القاعدة، هذا هو ما يراه أو ما يقنع به الأمريكيين. طيب خلينا احنا نقول وجهة نظرنا. نعم. يعني تنظيم القاعدة ما زال موجودا، مثل ما تفضلتي الآن عنده عدة فروع في العراق، في اليمن، الجزيرة العربية، في شمال افريقيا، في الصومال. طيب طالبان ذهبوا لإطاحة بعد 10 سنوات من ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية لإطاحة نظام طالبان، الآن تتفاوض مع نظام طالبان لإعادته للسلطة. لم يعد يقولوا بأن يعني طالبان حركة إرهابية. طيب. أصبحوا يتعاملوا مع طالبان على أنها يعني ممثل شرعي للشعب الأفغاني. لما يجي لقضية فلسطين، وعدوا بحل قضية فلسطين، حتى هذه اللحظة لم يحلوا القضية الفلسطينية، بالعكس وشفنا الآن أن الأمور تعود إلى المربع الأول، هجوم على السفارة الأمريكية في السفارة الإسرائيلية في القاهرة وتحطيم الدور. صحيح. الدور. نعم. الأول منها. نعم. نجد أن العلاقة متوترة، اتفاقيات كامب ديفيد أصبحت على المحك. الوضع الفلسطيني الآن محمود عباس الرئيس الفلسطيني سيذهب
يذهب إلى مجلس الأمن ويحرج الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى ويجبرها على استخدام الفيتو لأنها لا تريد الاعتراف بدولة فلسطينية. الانحياز الأمريكي الواضح لإسرائيل يعني سيستخدم في تقديري من قبل الجيل الجديد لتنظيم القاعدة. أنا أعرف الدكتور أيمن الظواهري أقرب إلى قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي من اللي هو الشيخ أسامة بن لادن الذي سبقه. فأعتقد أن الفشل الأمريكي في حل قضية فلسطين وفي القضاء على تنظيم القاعدة وفي القضاء على حركة طالبان أو التعاون، فهذا